هنبدأ بقى في الدرس. ماشي؟ طبعا مهم الشرح بتاع الدكتور محمد منحة يبقى حاجة سهلة وصعبة في نفس الوقت. سهلة لأن هو بيبقى عمل فاشل ممتاز يعني عشان نقدر نتحرك فيها، وصعبة لأن الدكتور محمد منحة يعني رايح من أحسن الناس اللي بتشرح في السي في بشكل عام أي حاجة يعني مش في السي في في مصر كلها. يعني انا بحب اشكره ان هو جدا جزء كبير من المحاضره اللي احنا بنعملها دي اتعلمتها من الدراسه. هنبدا ان شاء الله نتكلم عن بطلته بس في الكورس بتاعنا هو الكونتنت بتاع الكورس البيزك برنسبلز دي الدكتور هشام بوشر ادونا فكره عامه. بعدين نتكلم عن الشامبر لارجمنت كوندكشن ابنورماليتيز اسكيميك تشينجز مع الدكتور معينة باذن الله هيجي معانا الدكتور محمد مدحت تاني يعرفنا عليه. طيب هنبدا الشامبر لارجمنت. اول حاجه احنا عندنا كام شامبر؟ اربعه صح؟ فنبدا بالاتريال اللارجمنت. هو احنا كنا اتفقنا مع الدكتور محمد مدحت ان انهي حاجه في الاس جي او انهي ويت في الاس جي اللي بتتعدى على الاتر والاتر دي فيجواليزيشن الدي ويت. طيب وفكرت هو النورمال دي ويت ان هي بتبقى سموث كونتور مون فيزيك في دي 2 باي فيزيك في دي 1 وبتبقى بوينت في دي 2 وباي ونيجاتيف وباي فيزيك في دي 1. الديوريشن بتاعتها زي ما احنا عارفين اقل من 3 مربعات صغيره يعني حوالي 2 ونص والامبليتيود برضه في دي 2 بيبقى حوالي 2 ونص. طيب هو الليفت اتريال والرايت اتريال دي فيجواليزيشن بيحصل مع بعض ولا في واحده منهم بتسبق الثانيه؟ مين يسبق؟ رايت ليه؟ كان جنب ليه سيبه؟ الطبيعي ان هما مش بيحصلوا الحقيقه سيمالتينيس لكن احنا بنشوفها ايه؟ ويب واحده ليه؟ احنا اصلا الاي سي جي ده عباره عن ليكت اكسبشن بتاع الليكت اكتيفيتي فقط. فهم ويب واحده لكن الديفليكشن الاولاني من الويب معبر عن مين اكتر؟ رايت اتريال. والديفليكشن الثاني بتاع الويب معبر عن مين اكتر؟ عن ليفت. طيب ده بالنسبه لشكل الويب في مين؟ في ليد كام؟ ليد 2. انما ليد V1 شكله عامل ازاي؟ باي فيزيك. ليه باي فيزيك؟ هو V1 قريب من مين اكتر؟ رايت اتر اللي هو رايت اتر انتيريور اكتر صح كده؟ ليفت اتر مين؟ بوستير ستراكشر. يبقى الجزء الاولاني اللي هو كان بيمثل الجزء الاولاني من الويف بتاع الليفو جاي من مين؟ طيب قريب من في 1 ولا بعيد عنه؟ يس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يس بوزيتيف. طيب والجزء الثاني الديفليكشن الثاني اللي يمثل ليفت اتريال قريب من في 1 ولا بعيد عن في 1؟ بعيد يس نيجاتيف عشان كده هو باي فيزيك في 1. طيب يبقى احنا متفقين ان فليت 1 فليت 2 بتبقى في ويف ايه؟ مونوفيزي. في 1 بتبقى باي. طب لو حصل ليست اتر اللارجمنت مين الجزء اللي هيكبر؟ الجزء اللي هيكبر السكند بارت بتاع الفي ويف صح؟ وبالتالي لو بصينا على ليد 2 هيحصل ان السكند بارت بتاع الويف هيعلى الامبليتود بتاعه وفي نفس الوقت هياخد وقت اطول على ما يكمل الديبولاريزيشن. فيبقى شكل البيوت عامل ازاي؟ بوت واخده وقت اطول و نوتشي لانها عملت سكند بيك بسبب الامبليتود اللي هي بتاع الليفت اتريال صح كده؟ فتبقى بوت و نوتشي. طيب في V1 الجزء الاولاني من الويف
same old, good eating, very, bad people, homo negative, deflection. You know, are you police here? Shaking TV? Shakla, I'm not sure if you see one. The TV, no shame. What is it? For negative deflection? Is that awesome? That's all we said then. But, إيه بقى الأسباب بتاع اللي أنت تعمل الله يشوف؟ أشهر حاجة مايتر إسلام، إحنا كده بيسموها إيه؟ مايترون بي ماي فلاج عشان أشهر إسلامها طبعا المايتر أو أي حاجة ممكن تعمل ناس تتكلم على البريتوبي ده ممكن يزود البريشر في الإنتر ستوريك بريشر في ليفت فينتجت ويزود البريشر في ليفت فينتجت أو هي ليفت أفير الله يشوف. طيب نيجي مين؟ الرايت اتر اللوجيك مين اللي هيكبر؟ الجزء الاولاني من الويت هيبقى بيكد اكتر صح؟ وهياخد ممكن وقت اطول شويه بس في النهايه هينتهي في نفس التوقيت بتاع بتاع الجزء الثاني من البي فغالبا الديوريشن مش هتطول ده انما ايه اللي هيطول؟ البي دي 2 هتبقى تور ودي وفي 1 مين الديفليكشن اللي هيبقى مون دوميننت البويزر هنا دي سي جين باين لها ايه دي 2 فيها بي تمام نفس الكلام هنا فين في الاس جي ايه الاسباب اللي ممكن تكبر لايك ده نفس الكلام اي حاجه ممكن تعمل لغايه انت اللاجون زي الكاندس نويز بالمونايز نويز بالمونايز بروتكشن وعشان كده المرتبطه بالبالمونايز كوز يسموها بي بالمونايز احيانا يا في بي ويل طول ام اكثر من 5 مللي يعني تقريبا مكمله مربع تقيل يسموها الهيمالايا بي ويف ده معناه ان يحصل ماركت رايز ريترن اللايف وده يحصل في بعض الاسباب زي الريستريكتد كارديوغرافي او الترايكاست بتفريز زي المانجا ده طيب فتوقع ان في ناس ممكن يبقى عندهم بايلاتري باللاجن عندهم ومن اشهر اسباب المايتا سنويز يبقى كومبليكيت بالمونا هايبرتنشن والتاني يعمل باي اتس يبقى ده ملخص اللي احنا قلناه ان بي واي بتبقى بوزيتيف في بي 2 باي ديفيد في 1 في النت اتر اللايجمنت بتبقى فوز ونوتش وكان في مور نيجاتيف ديفليكشن في بي 1 فلايت اتر اللايجمنت بتبقى تور وبي وكان في مور بوزيتيف ديفليكشن في بي 1 ولو في باي انتر اللايجن بيحصل حاجتين مع بعض نخش بعد كده بقى على ايه؟ ايه الرسمه دي؟ ده اللي كان بيشرحه اسمه انا اللي احنا شايف ان دي الالكتريك اكتيفيتي اللي بتحصل في الشيست فخلينا ناكد على بي 1 و دي سيكتر احنا قلنا ان اول ايفنت اللي بيحصل هو فكرت تاني مع السيكتر اكتيفيشن وبالتالي تقسم نيجاتيف ولا بوزيتيف ريفليكشن في 1 بوزيتيف بوزيتيف صغيره وبعدين مين اللي صاحب الماس الاكبر؟ ليفت فينتجر ولا رايت فينتجر؟ ليفت فينتجر وبالتالي يرسم نيجاتيف ريفليكشن ولا بوزيتيف ريفليكشن في 1 نيجاتيف ريفليكشن ويحصل العكس في
دي سبته وما بينهم يحصل من اللي بينهم زي ايه؟ زي ما احنا شايفين كده بيحصل حاجه اسمها اوي بروجريشن. اوي بروجريشن يعني تكبر من دي 1 لحد ما توصل دي. احنا قلنا اول حاجه الايفنت الاولاني هو السبته اكتيفيشن ثم الريجولر اكتيفيشن بروجريشن. وده النورمال اي سي جي اللي ورينا ايه؟ ان يبقى فيه نورمال اوي بروجريشن في الشيست. طب ايه اللي حصل في الليفت فينتريكولار انفارشن؟ مين اللي جاب الليفت فينتريكولار صح؟ طيب خلينا نقول لك الاحداث تاني. السيبتال اكتيفيشن هيحصل ولا مش هيحصل؟ هيحصل. فبتلاقي يا ياسر بوستر صغيره بين دي دي واحد وهيرسم نيجاتيف صغيره في دي 7 تمام؟ وبعدين الليفت فينتريكولار كبر وبالتالي الامبليتيود بتاعه هيزيد فيرسم نيجاتيف ديفليكشن كبيره دي في 1 ويرسم بوزيتيف ديفليكشن كبيره دي في 6. هو ايه اللي حصل كده؟ حصل اكزاجريشن اوف نورمال. احنا عاوزين نعرف كلمه واحده بس على الليفت فينتريكولار هايبرتون فهي عباره عن اكزاجريشن اوف نورمال. طيب يعني الشيء هو ده يعني بالحب كده كان انا كبرت ولا في قواعد ممكن نرجع لها بحيث ان احنا نشخص الليفت فينتريكولار هايبرتون. هي في كتير في كذا حاجه بس دول اشهر ثلاثه حاجه اسمها سيكولو لاين هيرتكس والاوي اي بي ال والكورنر فولتج كيرف. بيقولوا ايه بس سيكولو لاين هيرتكس ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا قست الاس ويف في بي واحد او اثنين خدت اعمق واحده فيهم وخدت الاوي في بي 5 او 6 اطول واحده فيهم وقست الاثنين طلعوا اكثر من 7 مربعات كبيره يعني اكثر من 35 ملي سكند ملي متر ملي فولت يعني يبقى ايه؟ يبقى ده ليفت فنتريكولار. يبقى لو انا جمعت الدي اس بتاعت دي 1 او 2 مع الطول اه بتاعي دي 5 او 6 طلعوا اكثر من كام مربع كبير؟ 7. يبقى ده سجلت فوق ليفت فنتريكولار. طيب طريقه ثانيه ان انا ابص على الاي او اف دي في اي بي ال لو اكثر من 11 مربع صغير يعني اكثر من 11 مللي يبقى هو بيسجستف اوف ليفت فنتريكولار. طب الطريقه الثالثه لو انا خدت الاس ويف في 3 والاو ويف في اي بي ال يطلعوا اكثر من 28 في الرجاله واكثر من 20 في الفيميل ده هو بيسجستف اوف ليفت. طبعا اشهر طريقتين هما اول طريقتين بيبقى مشهورين قوي في حتى سياساتنا الناس بتتعلم فيهم فممكن تلاحظ منهم طريقه او اثنين تعرف منهم الاي سي جي سيستم في اللي ان شاء الله عشان مثلا. طيب الاس ويف هنا في الاي سي جي ده قد ايه تقريبا؟ هو انا هحسبها لك 13 متر والاول هنا 25 مللي مجموعهم اكثر من 35 مللي اكثر من 7 مربعات كبيره يبقى ده سلسله الهوم. نفس الكلام هنا بس هحسب لك الاي بي ال مع الاس وي هنا دي 3 هنا اكثر من 28 مللي يبقى ده ايه؟ بس من في اطفال ثانيه بس يعني مش مره. يبقى احنا ناكد تاني على المعلومه بتاعتي لو عايزين نعرف كلمه واحده بس على ال اتش هو عباره عن اكزاجريشن اوف. طيب هو ايه الحاجات اللي ممكن تبقى اسوشيتد فيتشرز اشوفها في المريض اللي عامل او الاي سي جي بتاع العيان بتاع ال اتش؟ ممكن يبقى معايا تاني اللي يكبر الليفت فيرتيكال ممكن يكبر الليفت اتريال وممكن يبقى معايا الليفت اتريال اللارجر. طيب لما الليفت فينتريكل كبر قوي كده الالكتريكال اكسس بتاعه بقى عامل ازاي؟ بقى مود شيفت كده فممكن يعمل معايا ايه؟ ليفت اكسس ديفيشن. كمان لما الماسل يحصل فيها هايبرتروفي
الكهرباء تاخد وقت اطول ولا اقل عشان تنتشر في مصر كلها؟ تاخد وقت اطول. احيانا بيحصل سن الانكريز في الكومبلكس، مش معناه ان هي لدرجه ماركت دايليتي او ماركت وايد، لكن يحصل ايه؟ سن الانكريز في الديوريشن، وبالتالي برضه يحصل سن الانكريز في الارض ويف بيك، يعني بدايه الارض لحد البيك بتاعها ممكن تزيد شويه، فده يحصل بسبب زياده المشرطه. ويحصل كمان حاجه اسمها سكندري بولاريزيشن اوف مومنتس، اللي هم يسموها ايه؟ يسموها سبرين باك. بتلاقي الطبيعي ان انت يبقى معاك زي ما قلت محمد مدحت شرحنا من شويه ان الاس تي سيجمنت تبقى ايزوليتد، وان التي ويف تبقى ابلايد في نفس اتجاه نفس اتجاه بي ار اس كومبلكس. انما ممكن يحصل مع ال دي اتش ومع الار دي اتش بعد شويه حاجه اسمها سكند ليبراليزيشن اندرماتس، نتيجه ان الكهرباء تنتشر بشكل مش طبيعي شويه في اثناء الليبراليزيشن، فيحصل حاجه اسمها سترين. شايفين هنا ايه؟ دي اس بين دي واحد وطول ارض بين دي سته، مجموعهم يد وخطش ان هو اكثر من 7 مواصلات، ده فده ال دي اتش. شايفين ايه تاني معايا؟ الاكسس اخباره ايه؟ مهم. الاس تي سيجمنت في دي 5 و6 و1 و اي دي ال هي الاس تي سيجمنت ديبريشن في 5 و6 و1 و8 واي دي ال. شايفينها؟ 5 و6 دي 5 و6 الاس تي سيجمنت اسباب ال دي اتش في اللي ممكن يعمل كده؟ زي لو قلت زي بارتيشن او لا تتم التكوين. بالنسبه بقى للوايلد تريجر، ركز مع بعض. ايه اول ايفنت؟ نرجع تاني للستر اكتيفيشن. ايه اول ايفنت؟ هو ستر اكتيفيشن. هيرسم الويف بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ في واحد بوزيتيف. طيب اللي كده هنا مين ده؟ الرايت فينتريكل. طب الرايت فينتريكل ماشي تحته كبرت صح كده؟ يبقى هياخد الالكتريكال فيكتور اكتر من الليفت. فناحيه دي واحد يرسم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يرسم بوزيتيف. ما كانش يرسم بوزيتيف اصلا، يرسم بوزيتيف صغير. هيكمل ايه؟ هيكمل بوزيتيف. بعد الستر اكتيفيشن يكمل الرايت فينتريكل هايبرتيف، هيكمل يكمل بوزيتيف. ف بي واحد ترسم ايه؟ ترسم ارت بي. طيب والبي ستر ليس المفروض دي ويف صغيرة، تمام؟ وبعدين يحصل التوت ار فين؟ بي واحد وين؟ حد بي؟ حد بي؟ يعني بي واحد واثنين يبقوا فيهم؟ ارك بي توت ار. طيب هو ده الطبيعي ولا عكس الطبيعي؟ عكس الطبيعي. عكس الطبيعي. يلا معلومة واحدة بس عن ال ار بي اتش. وايد تكتب هو ريفيرج اهو. نفس الكلام هو محطوط في الكريتيريا. طبعا ده معناه ان الدومينانت هارت دي واحد اكتر من 7 مل، وممكن يبقى معاه وايت اكتر. وبرضه بيبقى معاه ايه؟ هنا عندنا توت ار في دي واحد، وعندنا الاس تي سيجمنت ديبريشن في بي 1 و2 و3 والانفيريو فيز، فدي بنسميها سكند ريبوليشن تشينج او السترينج.
وبالتالي الار دي اتش هو ريفرس الهوك زي ما احنا قلنا ممكن يبقى معاها شيب فيتشرز رايت بيتر انلارجمنت رايت اكسس ديفيشن ممكن يبقى معاها انكمبليت او كومبليت رايت بندل براش لوك والسكند ريفرزيشن طيب ايه الاسباب المشهوره للرايت بيتر اللي هو او كنت انا دي كان هو دايما نطلع عليه في النكست تكنا بيرتو في بي 5 او 6 1 ليه ال وندور عليه في لايف تكنا بيرتو في بي 1 من 3 بالاضافه للانتيريور يعني ده اللي احنا فاكرين السبرين هو اكتر بين 5 6 1 ريديال وده الار دي سترين 1 2 3 ممكن 4 وكمان الانتيريور طيب هو الاس جي لو انا شفت فيه الفولتج كرايتيريا دي هو ما عامل ايه بعدها؟ ايه عشان اكونفيرم ايه؟ الداتا لان انت في الاول وفي الاخر ممكن يبقى فيه ايه؟ في نورمال فايروس احيانا وممكن يحصل اسباب اخرى لل توت ار مثلا في واحد يعني توت ار في واحد من ضمن اسبابه الار في اتش لغايه ما تفتح البيضه طيب في اسباب ثانيه الحقيقه في اسباب ثانيه لكن انا عاوز اكد على سبب واحد بس دلوقتي وهيتقال تاني في الاسكيميا وهو البوستيريور ام ار اي في ام اي هو المفروض ان لو احنا ده عندنا الفريك الاول تمام واللي قدامي فوق ده هو بي واحد تمام وال يبقى ده اللي يقابل ايه؟ الانتيريور وورد بتاع الارض صح كده؟ طيب يبقى اللي ورا ده ايه؟ اللي تحت ده ايه؟ البوستيريور طيب الانتي وور في الكتريك اكتيفيتي والبوستي وور في الكتريك اكتيفيتي يبقى يرسموا ايه؟ يا حصلها بتاعتهم تتحسب؟ ما يبقاش في ايه؟ اكتيفيتي ما بينهم، ما يبقاش في الكتريكال ديفرنس ما بينهم، صح كده؟ طب لو حصل بوستيريو مايكارديال انفاركشن الحته دي هتتحول الكتريكالي سايلنت صح؟ مش هيبقى فيها حركه الكتريك اكتيفيتي طيب ساعتها الكهرباء تقرب بتاعت الانتيريور وورد بانك تقرب من دي 1 ولا تبعد عنه؟ تقرب منه هترسم ايه؟ هترسم بوزيتيف ويف اللي هي ايه؟ هتبان في دي 1 كانها طول اه صح كده؟ طب لو انا عملت بقى بوستيريور شيست ليد وانا حطيت الليد بوستيريور هتبان نيجاتيف اللي هي ايه؟ الكيو ويف بتاع البوستيريور شيست ليد يعني لو ده البوستيريور وده البوستيريور ده بي واحد وده البوستيريور ليد ترسم بوزيتيف ويف في بي واحد ترسم نيجاتيف ويف في مش البوستيريا يا دكتور بيبقى معاه حاجات في الساين في الاس اي دي بتبين لي ان ده غالبا بوستيريا مش لازم مش لازم ان يبقى العكس رايت اي سي اي يعني رايت كورايت هو اللي يبورت الاس اي نوت اكتر من البوستيريا الفانكشن بتاعتك